محدش اتحرك فيكم غير لما عندي حد ثلاثة. واحد اتنين تلاتة. كتاب ملك. ملك عبد السلام النابلسي. أنا. وده اتحمل. أنا. كبير عزبة حليمة ونجم عزبة حليمة سينما مسرح إذاعة تلفزيون وسيما فتى الشاشة الأول أنا النجم إبراهيم توشكا بصبح ومسي على أحلى أصحاب وأحلى ناس في عزبة حليمة كلها يعني أصدقاء العمر والعمر لحظة والرصاصة لا تزال في قلبي سمعني سلام والله زمان يا سلاحي زمان زمان وليالي زمان ساعة تلف ملف أزف عراي أيوة إيه لا إيه ولا آه كده اتعشت ويلا بينا نروق احلوت يلا صورة مصطف هكمر الحاجات دي في المطنة وحصلكو يلا استمر في الاثنين عصير اللي انا قلت لك عليهم استعجل الاثنين عصير يا ابني بتوع جميل جاي لك يا سيدي اخلص يا عايزه كارت شحن من ابو 10 يا عاطف مش فاضي من جوه انت يا معلم عرابي عايز ايه يا ابو ورداد؟ قلت لك 100 مرة ما توقفش ابويا في الطابور كده، بيقف من ايام المناليك. ما يقف ورا الديوان يا شيخ. يا بابا. يا توشكا، تعالى اقعد جنب الحاجات دي عقبال ما اعمل لكم الاكل. عايزين نقعد نص ساعة يا حاج. مش هينفع ياما، أنا عندي تصوير. يا ريت بس أخلص بدري عشان ألحق أتفرج على البرنامج بتاعي معاكم. طب خلي بالك من نفسك يا حبيبي، أوعى حد يضربك. الفلوس ده بتاع مين؟ يا لهوي بروز ايه دي بترينا طب البترينا دي بتاعت مين بتاعت انا يا عم في ايه رخصتها معاك رخصه ايه ودي كمان محتاجه رخصه ده ربع متر في حاره مش فارق مع حد يعني وانت شايفني فاتح في الفور سوزون ولا واحد 5000 قدام في توشكا وكمان بتتريق ماشي يا برنس اغلط يعني هو الربع متر ده اللي فارق معاك
انا لو حطيتها في سندوتش ما يشبعش. ما تخلي عندكم دم. ايه اللي عرفتك مامك على الكلمتين دول؟ لا يا عم انا مقامي عالي وعالي قوي، انا نجم، ولو مش عاجبك شد في حواجبك. خلاص يا ابراهيم، خلاص يا بيه، حقك عليهم. وبتعتدى على موظف اثناء تهديد عمله الرسمي، ان عملت لك محضر يحبسك. ماشي يا عم النجم، يلا يا ابني يلا. ماشي يا عم العذاب، ورينا هتعمل ايه. تعالى تعالى يا استاذ تعالى، ده احنا ناس غلابه. يا اما سيبك منهم، دي تلاقيح جتت. انا رايح التصوير يا ابراهيم. الوليه اللي اسمها اشجان دي من ساعه ما رجعت وهي خانقاني. ليه كل شويه شوف لي توشكا؟ انا عايزه توشكا. ما على قدك، انا عندي تصوير ليل نهار داخل خارجي، ولو اتاخرت الاستوديو. ايه يا اشجان؟ تعالى عشان عايزاك. طب اروح التصوير واجيلك. لا دلوقتي حالا. ماشي روح استلقى وعدك بقى. ما تهمد عم عرابة على الصبح، حوش عبيدك عن عبيدك. رحنا وجينا وحلوينا. هتكتب عليا وتأيد الوقت على اسمك امتى يا توشك؟ ايه الوش اللي على الريق ده؟ يعني انت طول السنين اللي فاتت دي ولسه ما عندكيش غير النغمة دي؟ يا بنت في نغمات تانية لذي السوق وبجنيه. انا ما عنديش غير النغمة دي. بقول لك ايه، ما تفكك من اللي في دماغك بقى عشان تبقى الحياة لذيذة وعزيزة. بص انا دلوقتي مش فاضي، عندي شغل، اخلص واجيلك بالليل بقى على رواقة عشان نظبط بعض، بقى لنا كتير قوي ما ظبطناش. هو ده كل اللي يهمك؟ لا سألت عني رحت فين ولا جيت منين، ولا الواد اللي كبر ده ما يعرفلوش اب تاني. الواد يا وليه ده، انت كنت مثل اعلى الخيانة الزوجية. ده انا اعرفك كنت متجوزه حنفي كبده، يعني كنت على ذم الجحش. والجحش طافش وطلقني غياب يا اخويا، وبعدها بكام شهر حبلت في الواد، ومحدش كان داخل وخارج عليا غيرك، ومحدش كان بينام. علي علي، ازيك يا علي؟ امك دي مثل اعلى والله. تعالى ازيك يا علي. ازيك يا عم توشك. ازيك يا حبيبي. عم توشك ده ايه؟ عم توشك ده علي. وحشتني والله. مش طمني يا حبيبي، انت كنت فين المده دي كلها؟ كنا عندي. ادخل الاوضه عندي، في شوكولاته كلها. جري يا اشجان، انت خرست الواد كده ليه؟ ما تفطميني بقى. ايه الفوله؟ كنت بتعملي ايه السنين اللي فاتت دي كلها؟ اتجوزت يا توشك، كنت عايز نعمل ايه وانت ما عندكش تمن علب السجاير؟ وانا من حق اعيش؟ انا مره ملياس زي، والبضاعه انت عارفها معينها كويس. صحيح، ابانش البضاعه الا بعد حبل ورضاعه. عايزين نعين بقى قمر. لا وحيه امك، ما هتشمني ولا تشوف ضفري غير لما الواد ده يبقى ليه اسم. مش كفايه بيعايروه ومسمينه علي اشجان؟ خلاص نسميه مجدي اشجان. معلش يا حبيبتي، امك خرجت في موال كل يوم. امك برضه ولا متسمى؟ ولا خسرتك الهديه اللي جايبها لك؟ ايه ده يا زبزوب؟ زبزوب؟ اصبر عليا بس بقى، الفدادين بتاعتي اللي في توشكا وانا غرقك بقى زبازيب. طب يلا يا اخويا، بتاعت توشكا لسه متاخر على الشغل. ماشي، انا كمان النهارده عندي فاجات جامده جدا في التصوير. سيب النعجه يا خروف. جريات يا ابن المتنيله. طب ماشي ماشي ماشي، انا عرفتك من التيشيرت بتاعك، مكسرك باين هجيبك. خلينا يا عم نقف بتاع الميكروباص. اهلا يا رجل. بعد ما استمتعنا بحوار النجم اشرف سامي، دلوقتي جه دور الاسئله من الجمهور اللي معانا في الاستوديو. اوكي، بس يا رب النهارده نسمع اسئله كده تكون دمها خفيف. ها ستوب، في ناس ما بتضحكش يا كمال. انت يا استاذ انت ما بتضحكش ليه؟ اضحك على ايه يا بيه؟ ده بقول حاجه دمها خفيفه، هو دي تضحك؟ وايه المشكله؟ طب ما انا قدامك اهو. عادي جدا، نفذ اللي طلب منك. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. مش انت المفروض تسال سؤال؟ ايوه. طب ما تقول. ايوه يا استاذ، اتفضل. اسمك؟ اسمي ابراهيم توشكا. توشكا، ده انت شكلك النهارده طريقك معايا كده صحراوي. اضحك برضه ولا اقول لامه ايه ده؟ اسال السؤال. وبالنسبه للبوس في الافلام، يعني بيبقى بجد ولا بحقه حقيقي؟ ستوب. ايه السؤال ده يا كمال؟ مش هو ده السؤال يا استاذ؟ مش هو يا استاذ؟ ارحمني بقى، انت لا بتسقف صح ولا بتضحك صح، وكمان بتقلب سؤال من دماغك. يا بيه السؤال اللي كان مكتوب مش حلو، الراجل بيقول عايز حاجه دمها خفيف، قلت اخف الجو شويه، انا سخنه يعني شويه. ما تسخنهاش يا عم الفرن. خلاص يا كمال، هناخد الضحك والتسييف لوحدهم. يا اساتذه هناخد الضحك لوحده. ها يلا 5 4 3 2 1. اعلى. طب جنيه وربع. ليه يا عم؟ ده انت كده اغلى من تاكسي العاصفه. خد امسك. ليك وصل. سلام عليكم، انتوا قاعدين هنا، ده البرنامج بتاعي هيبدا. تعال. الله عليك يا عم توشكا، قلنا اعمل ورقه سمفستر.
مشاريب النهارده هحسبك يا نجم. ماشي، مش مشاريبك انت بس، مشاريب القهوه كلها ومشاريب عزبه حليمه كلها على حساب النجم ابراهيم توشكا اللي هيشرفكوا دلوقتي في التلفزيون. فاضل 5 دقايق على البرنامج بتاعي. حلو، طالما فاضل 5 دقايق اللي جيت بقى اي قناه من المهشتكين دول اهو نشوف شويه حليم. حلو، مهشتكت ايه يا عم الحاج؟ انت من ساعه ما شفت قنوات الزفت دي وانت اخلاقك صغيره. هو انت مش متجوز؟ الحمد لله. ومراتك متجوزه؟ النبي ما تجيب لي سيرتها، ده انا نفسي اخلص منها واتجوز عليها، بس تبقى واحده من الحريم الحلو دي. حريم بتشغل كده، مش نحش نايم جنبي. هو الارسال وقف. هو الارسال واحد اللي وقف هتشكى؟ حالنا كله واقف. الله عليك يا ملك الدش والنعمه فنان شامخ. هنتكلم النهارده عن قضيه الضعف الجنسي عند الرجل. دلوقتي هنشوف حاله حقيقيه بتعاني من الضعف الجنسي قبل ما نتكلم مع المتخصصين في تحليلها. هو انت بقى المتخصصين يا توشكا؟ لا، انا الضعف الجنسي. ما تسمع بقى يا عم الحلو، انا كنت قادر جنسيا والحمد لله، ومراتي كانت كويسه وبنت ناس، بس في الفتره الاخيره يعني هي حست ان انا ما بقتش زي الاول، يعني هي استحملتني كتير. الله، ما انت فين يا توشكا؟ هو ايه اللي هو فيه؟ ما قدامك اهو، ده صوته وده قميصه ودي المذيعة اللي زي اللمة الفروسين. وبعد فترة بقى بدأت تمد ايدها، ورحنا لدكاترة كتير وقالوا مفيش فايدة. بس الدكتور مسعد الله يكرمه قال لي هديك مرهم تدهن منه 3 مرات هيقع لوحده. يا نجم، العدة هنجت ولا ايه؟ توشكا انا مقصر. يا نجم اهدى يا نجم بس. المرة دي طلعت بقميصك، المرة الجاية تطلع بالقميص والمنطلون والطقم كله. في ايه يا زين؟ نحس اخوكي ده نحس، يعني لو فكر في يوم يبيع طواقي ربنا يبعت له ناس من غير روس. تتهد بقى، هو كان ناقصك؟ يعني انا لو اتهديت وشه هيبان؟ بس بقى مش عايز اسمع صوت حد، انا محدش حاسس بيا، انا هفكر في الانتحار. اعوذ بالله. هو ده الكلام، الانتحار هو الحل. انا مش هنتحر، انا هفكر بس. انا هتعامل معاك كده يا استاذ ادهم؟ اقفل السكه بقى، ده انت دمرتني فنيا، شفرتني وشيا. موجود هشتغل معاك تاني ازاي انا بقى يا ابني؟ المخرج مش موجود. ايه الراجل؟ ماشي ماشي، شكلينا يا باشا. يا راعي متوشك، مش نهايه الدنيا يعني وانت لسه في اول الطريق. اول الطريق؟ انا بقالي 15 سنه في اول الطريق. خد العصير يا توشكا. ثانيا، حسن عابدين ابتدى وهو عنده 60 سنه. ايوه يا توشكا، لسه الفرصه موجوده، واللي حصل النهارده مش وحش يعني. ايوه بدايه يا عم توشكا، وان شاء الله المره الجايه تبقى زي الفل. يا عم انا تعبان، انا تعبان يا اخوانا، ما حدش حاسس بيا. بقول لك ايه، البيت بيتك يا نجم، اطلع اشحن. هات العصير. هات العصير. سلام. استغفر الله العظيم يا رب. هنطلع فوق عند عاطف، عايزين في موضوع ملح. الناس مش هيطلعوا معانا. يطلعوا معانا ايه يا توشكا؟ شوفونا. استنينا هنطلع نجيب حاجه وكده يعني. طب هطلع. اطلعوا، انا هدار عليك. انا متضايق قوي يا اخوانا والله. هات العصير. خد العصير. خلاص بقى يا عم توشكا، روق بقى. تلاقيش انا طالع وراك. ايه ده؟ عبله؟ انا مش مصدق نفسي، ايه المفاجاه دي؟ حبيبي وحشتيني. لا 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 توشكا، لا لا مش هينفع. هنزل. الله يا عبله، مش راعي ظروفي؟ انا راعي اللي انت فيه. اه راعي اللي انا فيه. هو انا راعي اللي انت فيه؟ لا حاسب اوعى. وطي التلفزيون شويه يا ليك. اشوف عاجبك كده؟ هنفرجي الناس علينا كده، هتفرهدين اوانطر. ده هي دقيقه. النص الفوقاني بس، النص التحتاني ده ليله الدخل. مش معنى يعني النص الفوقاني هو اللي شغال؟ عشان في قلب. يا سلام، انا عارف هو القلب فوق ليه. طب انا بقى قلبي تحت، حاسبي بقى عشان قلبي هيقف. يا عاطف توشكا فين؟ لسه فوق؟ اه بيشحن فوق. لا 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 يا توشكا، لا مش هينفع، هنا مش هينفع. لا حاسب، لا 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 هنا لا. ايه يا عبله؟ اشحن يا فنفك ده. ايه ده؟ افتح عليا مطوه. توشكا يا توشكا، اهون عليك برضه يا عمر. توشكا ما هونش، انا عارف ان انا ما هونش. يا توشكا لا 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 لا، سؤال مهم، سؤال توشكا، سؤال ايه اللي مهم؟ ده بتاع مين؟ هيكون بتاع مين؟ استعبط يا بت، ليه بتاع عم عاطف؟ توشكا واد يا توشكا، انت واد يا توشكا، ما تستعبطش يا توشكا ورد. امك ايه يا عرابي ده وقته؟ تعالى يا عم زين بينتحر تاني وهيبقى عماله تعيط. لا يا راجل بينتحر تاني؟ هو ربنا مش هيتوب علينا من هو الازرق ده؟ معلش ان الحق سيبك منه، بس عشان هوبه ما تزعلش. يلا يلا. ايه مستعجله ليه؟ ما تخليكي زمان توشكا راجع. لا معلش يا ستي، لو ما رجعش احنا في الخدمه. قصدك ايه؟ قصدي يعني اللي ما يسدش فيه توشكا احنا سدادين. ما حدش قال لك انك بوتي شويه يا عاطف؟ اه كتير. ليه؟ اقول لهم ان انت بقيت واطي قوي. خلاص يا زين بقى، حرام عليك والله. ما هطلب منك حاجه بعد النهارده، ولا عايزك تشتغل ولا عايزه منك فلوس للجواز. ما تقول له حاجه بقى يا عمي بدل اللي انت قاعد تعمله ده. يا زين حرام عليك. انزل بقى، ما توجعش قلبي، كفايه بقى. لا اله الا الله. انزل يا زين، انت عايز تموت كافر. بقول لك ايه يا زين، معاك كبريت اولع. اتفضل. اسمع بقى يا ابن الناس،
انا وافقت على خطوبتك من اختي بعد ما الدنيا كلها اتحايلت عليا، وقلنا هنخلص من تلاكيكك وموال الانتحار اللي انت معيشنا فيه كل يومين ده. بس طالما انت عايز اخويا ساعدك يلا. انت لسه ما موتش، انت فاشل حتى في الانتحار. اسمع بقى يا سيزفت انت وحياة دقن الراجل الكبارة ده اللي ما احناش عارفين اذا كان ابوك ولا جدك. لو حاولت تنتحر تاني يا زين انا اخليها محاولة صحيحة. يلا عم عرابي، عايزنا عيش فيها توشكا. الموزة اللي حالتي بتتريق على عرقتي، عايزان البس باروكة وهريانة حقن عشان اتخن، والراجل اللي انا عايش معاه طول عمري مش عارف اذا كان ابويا ولا جدي. ما تخلصنا بقى يا عم رشاد وتقول له الحقيقه ونخلص بقى. ما اعرفوش على النعمه. اول مره اشوف يا ابني يا ابني مش هعمل كده تاني. السلام الحايل لأحلى عريس وعروسة. عروسة الطاير يعني الأوفر في الديكودر، والقش في الدش يعني زلزال القنوات في النيل المبشار، وحلال المتشفر ومن غير ما نلف ولا نكتر. سمعني يا ابني سلام، مصريتنا وطنيتنا حمادة أمام. مصريتنا وطنيتنا حمادة أمام، حمادة أمام. المعالم عراب الدين يعني خبازين النعم يعني العيش كده. ما ينفعش يا اخوانا، خشبة المسرح ليها احترامها زي خشبة الميت بالظبط. يشيلوها أربعة، ما ينفعش يشيلها واحد لوحده، كده ما يتدفنش. عايزين يصبح ومسي على العروسة، أختي، هبة، يعني التمريض، يعني زين، العريس، حبيب قلبي، يعني اللي اتخرجوا من الجامعة وطلعوا ميح، وسمعني سلام حديث المدينة. المعلم عراب الدين يا حيل السيد عزمة حليمة يا جدع. يا عم قلنا ما ينفعش كده، قلنا خشبة المسرح ليها احترامها. يا ابراهيم اديله الكريست خلينا قد قال ادبه عليك ولازم يتربى. ما تبوظش فرح اختك. استني بس يا امه، الكريست ما فيهاش شوكولاته يا عم. ما فيهاش مربى يعني، انت سطلت ولا ايه؟ اللي عنده دم احسن من اللي عنده فلوس يا جدع. طب انا عندي فلوس يا تشكى، عايز اشوف عند امك دم. امال ممرضه ايه وزفت ايه؟ ما هو الخياطه بتاعت الجرح سايبه اثر اهو. انت هتعمل لي فيه عمر الشريف؟ خد حط ايدي دريه، حط في وشي ورنيش جزمه جزمه. طب ليه بقى؟ ما تشوفي لي قلم رجم بتاع الكحل ده. روحت ليه بقى؟ امي بتقول لك تعالى اديها الحقن. طب روح انت هجيب شنطتي واجي وراك. يا مرحب بالدكتوره. ايه نجم، ايه الحلاوه دي؟ الله، انت عايز علام مني ولا ايه يا نجم؟ خلاص بقى، ما انا قلت لك حقك على ايدك بقى. ده جرح صغير يعني. معلم عرابي انت عارف انه بيمثل وعايز يبقى نجم، وانت مديله الطاوله دي في معتل. يمثل ازاي بعد ما حجبه اتفتح؟ ايوه، وانا بقى من ساعه ما فتحت حجب وانا مش عارف اتلم على رياكشناتي. طب ما سيبك من التمثيل ده يا نجم وتقلد. اقول لك اخرج. اقلد ايه واخرج ايه يا عم اللوح انت؟ انا طول عمري بحلم بالتمثيل، بحلم اكون فشل تاتا الاول. مين؟ توشكا. يا عيون توشكا. عايز ايه اللي جابك يا اشجان؟ جاي اطمن عليك. يا ريت قلت لي ما تجيش هنا عشان لو عامله شافتك هتعملني مشكله. انت بتعصبني، هفضحك دلوقتي. بس خلاص روحي انت، روحي وانا هبقى عدي عليك. روحي بقى. ماشي يا توشكا. روح يا نجم، ده وجراحك، روح. ده انت بيتك طبيعي يا عم. خلينا بقى في اللي احنا فيه. خد حط لي من ده هنا. يا عم انت حمار ولا ايه؟ لا مؤاخذة، ايه الغباء ده؟ لا مؤاخذة يا ابني، انا ست كبيره واقفه من بدري. في الطابور يا حاجه. يا ابني ده انا مهدود حيلي وعايزه خمس ترغيفه بس. في الطابور يا حاجه. الله لا يسيق، هو ربنا مش هيتوب عليا من الشغلانه دي بقى؟ انت بتزعل واحده قد امك، اشغل. ما كناش جيران يا اخي. ما كل الناس دي جيران. في الطابور بقى وخلصيني. تخلص في نار جهنم يا شيخ. مش عايز غلط، انت وليه كبيره، غير كده ممكن اهزقك. انت هلا تهزق مين يا ابني الجزمه؟ انت هلا هزق امي. حرام، هزق امي. بس خش جوه.
خش جوه جايب لي المشاكل على طول. خلاص يا توشكا عندنا دي. خلاص ايه ده شتم ام ست الحباب يا حبيبه. يا توشكا عيل جديد وما يعرفهاش لا اله الا الله. ما يعرفهاش بقول لك يا ست الحباب يا حبيبه اغلى من روحي ودمي. يعني امي. يعني ام المصريين يا توشكا ما خلاص بقى. خلاص بقى يا ابراهيم. وحقك عليها كمان نوبه يا نيك. يعني انت ارضيك يعني نام وتسهري وبادي الشقاري وتصحي من الاذان وتقوم تفقري وفي الاخر تتشتم. اتفضلي يا حاج حقك عليا ما تزعليش. اقعد بسم الله. يقطع العيش وسنين هيتقطع اكتر من كده. انا مش عارف انت هنخلص من زحمه العيش دي لما تبطل تبيع الدقيق في السوق السوداء وانت بتخبزه كله. ما احنا كل يوم بنشوف الدقيق خارج من الفرن خارج من الفرن. ايوه ببيعه يا توش. ليه ان لو ما بعتش مش حلقات؟ ليه بقى ان شاء الله؟ ده اللي فران بتكسب ولا فاكرنا كوركات؟ يا عم فهمي الجاز غلي والعامل اللي كان بياخد 10 جنيه في اليوم بكفوش 40 جنيه دلوقتي. ليه عامل ايه؟ عامل الفرن ده غير المي والكهرباء والرب والفلوس اللي بياخدها بتوع التامين قد كده شهري. وصاحب الملك الله يحرقه بجازو يسيخ على الايجار عليا. لو ما بعتش الدقيق بقى لا على اكل ولا رب عيالي. خلاص نبلغ عنك الحكومه. الحكومه عارفه ومطنشه عشان ما عندهاش حل تاني. لا عندها سارتر قال الغوغاء هم وقود الحضاره. لا 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 سارتر في الحمام جوه عشان كده هتغرقنا قاعدين ناكل. افهم ايه نص الناس اللي حوالينا دي ملهاش اي لازمه. الحكومه ترميهم في البحر الباقيين يعيشوا كويس. لا كآبة كآبة صحيح. صدق يا صعب بحس انك انت لا اتعلمت ولا دخلت مدارس ولا خدت شهاده ولا اتخرجت من الجامعه. وانا جابني ورق غير الجامعه والشهاده ليه؟ ده حتى الاعلام حلو. انا مضيع كل شيء على الواد دول ليه؟ عشان يطلع مهندس قد الدنيا وياخد شهاده وينفع نفسه. طب جرب بقى. انت مش عايز انت كمان عنك. امسك امسك انت لحقت امسك. دي بقى مكنة هسريك ابن يومين. ايه اللي بشربها ازاي؟ انت لو جبتها هتعجبك. سبوبة تعال تعال. قوم يا ولا قوم يا طلع اللي معاك. والله ما معانا حاجة. طلع اللي معاك يا معناش والله. انت مش لوحدنا خايفين. والله معايا والله معايا معناش طلع يا والله طلع اللي معاك يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلب بتحششوا بتشرب حشيشه لولي ده ابوك لو عارف يموت فيها. معلش يا عم زين دي سجاره تفاريح والله علشان خاطر بلاش تقول لابويا. والنبي يا عم كان احنا مش هنشرب تاني وخد الباقي. انا ما بشربش معاهم ولا عارق اشجان. ابوك ابوك بيلم لك فلوس الدرس بالعافيه بيهرب الضيف في الفجر عشان خاطرك. معلش بقى يا عم كابه ده احنا جايبين سجارتين فرط ب 10 جنيه اول عن اخر. وبقى في حشيش في سجار فرط يا علي؟ ايوه ايوه انا بروح اشتريهم الفرط. منين؟ وايه الميه دي؟ كيمياء؟ لا حد الله بيننا وبين اي حاجه تانية. هي السيجاره وتعش. طب يلا يا ابن الكلب انت وهو ما شفتش وش حد فيكم هنا تاني. خدي كل اللي فضلوا بعد مصاريفي. هي نوايا تسند الزير وانا دخلت جمعيه وقلت لهم هقبضها الاخر. تكون انت عملت لك قرشين وانا قبضت الجمعيه وندخل. ندخل؟ حلوه ندخل دي. الله مكلمه نفسك تبطل قله ادب. قله ادب ايه؟ انا ما شفتش ريحه التربيه. انزل تلتي داون باللمبه دي. ايوه دي. يوه ال 16 يا اخي. توشكا. اوعى كده. بص يا اخي توشكا احنا عايزين نعمل حلقه تسجيليه عن الدخله البلدي في العشوائيات المناطق الشعبيه يعني. وانت هتعمل دور العريس اللي هيدخل على مراته على مراته. ايوه على مراته. ونجيب ناس ومعازيمه كده ونعمل فرح ونصورك وانت قاعد جنب العروسه بالبدله. وانت هتبقى بطل الحلقه ممكن ده يفتح لك طريق التمثيل لو مخرج شافك. وكمان فيها قرشين حلوين وكمان هندفع للكومبارس. الناس اللي انت هتجيبهم يعني معروفه. ايوه بس انا اسمع الحاجات دي بقى بتسوق سمعه مصر في الخارج. انا قريت كده في الجرايد عن اخر حلقه عملناها. ليه هو احنا بنقول حاجات مش حقيقيه؟ اي بس الدخل البلد والحاجات دي يعني بقت قليله قوي تقريبا مش موجوده. اديك قلت تقريبا يعني موجوده. وبعدين لو انا مش مصريه مدهم مصري زيه زيك. عموما دي فرصتك مش عايز في 100 حد غيرك يتمنى. واد يا زين هو فرح جميل حلاق امتى؟ الخميس الجاي. طب عندنا سبوبه فيه. مش فاهم. هتفهم. مين ده اللي قاعد مكانك في الكوشه؟ ده في واد من كبارس اللي انا مقدرهم قاعد مكاني بس على مناك. ما ينفعش خالص. انت اللي بتقوم بالدور لازم انت اللي تكون قاعد جنبها. ماشي 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 يلا. تمام. يعني نجم جديد يعني الراجل اللي على اسمه اسم اضخم مشروع في بلدنا. انزل اسحب يعني جميل عريس هات الفن يعني ابراهيم توشكا وسمعني سلام 100 سنه سينما يا عايزين نسبح ونمسي وعايزين نرقص اللوسه جميل الحلاق يعني حلاقين مصر تمن يعني ادخل تخين يجي قدامك يوطي ورقصوا يا عم بالتدريج.
بره دلوقتي عاملين تظاهر، تطلع لهم تقبضهم بره ولا تدخلهم تقبضهم هنا؟ ياكلوا بس الوجبه وقبل ما راجع. وانت اذبح الحمام في السريع عشان نصور مشهد الدخله فيها توشك. بس انت برضو مش مرسيني، فرح اتكلف كتير واجرنا ناس انت شفت قد ايه، وبيضنا البيت واجرنا فساتين وبدل، وانت يا دوب اديتني بس عربون. والله العظيم قلت لك ما تقلقش هظبطك، كل مليم صرفته هتاخده وفوقيه بوسه. دم حمام دم يمام دم البنت الحرابان. يا استاذ مشغلين حلو اهو زي الفل. لازم اعيد تاني. ليه بس؟ الدم مش واضح، والزفت اللي اسمه توشكا ده بيهبل جامد قوي. اوفر اكتنج، اوفر اوفر اوفر. روق دمك يا دهم، معلش سيبهولي، انا عارفه كيوهاته. اتفضلي. كنت هايل يا توشكا. الله يخليك. معلش هنعيد تاني، في شويه حاجات عايزين نظبطها. ماشي، كله زي ما هو يا اخوانا، كل واحد زي ما هو. اسمع يا اخ توشكا، انا عايز الدم اللي في الشاش ده يزيد شويه. اوكي، قصده يقول لك كل ما الدم يزيد في الشاش كل ما البت تبان شريفه اكتر. يا اخي انت كمان بسيطه يا باشا، الحمام اللي انتوا جايبينه لسه موجود، نذبح واحده ثانيه والنبي يا امه هتلنا حمامه ولا موازه سكينه من جوه. وبعدين يا اخ توشكا انت اوفر قوي. الله يخليك يا بيه، سامعين؟ لا يعني اهدى شويه، خليك طبيعي. يعني طبيعي ازاي؟ ما لو بقيت طبيعي مش هيبان ان انا بمثل. الطبيعي للممثل افضل. ما لو بقيت طبيعي هبقى زي الناس العاديه، يبقى فين التمثيل بقى؟ يعني انت منهجك الاوفر؟ ايوه الاوفر صح. طب ممكن تبقى هادي شويه؟ هادي يعني اقول انا كنت متاكد، انا كنت متاكد، كنت متاكد. يلا هنعيد تاني. يبقى كل اللي معانا دلوقتي 1450 جنيه. امال فين فلوس التصوير؟ ما انا دفعت ايجار البيت المتاخر، وكمان فرح هيبقى خد فلوس كتير قوي كنت سالفها من الناس ورجعتها لهم، ده غير بقى مصاريفي ومصاريف البيت. ما انت فاهمه يا حبيبتي يا هبه، ده لولا الماهيه بتاعتها مش عارفه زين بدا يحوش معايا ازاي. عقبالك لما تعمل زيي وتمسك ايدك. ده الموبايل الوحيد. لا الا الموبايل، الموبايل ده مهم قوي عشان منظري قدام المخرجين والمنتجين. يا حبيبي هي ما تقصدش، هي قضيه هتخف مكالمات ومصاريف والنقطه والافراح. لا هي مش محاكمه بقى، من الاخر زبلتين ومحبس ونلم الدور. ليه نلم الدور ان شاء الله؟ بايره ولا عزبه ولا لما اخذ خارج بيت زي ناس؟ خلاص انت هتتفتحي الكلام مع ابوكي. شوف يا اخ توشكا، موضوع دبلتين ومحبس ده مش عندي، وكل شيخ وله طريقه. ارفض انت الاول وتبقى جات منك عشان ما يبقاش شكلك زباله. يا عم يا ناصر كابه ما تهمت بقى. شوف يا استاذ جودي، ثانيا احنا اهل ولاد حته واحده، وتوشكا وعبله اخوات، وما كانش فيه نصيب يبقى ضل واضح حكمتك. يا عم تاخد بالك من كلامك، اخواتي بقى ما نجوش لبعض، ما ينفعش حد يبدا كلامهم ثانيا. طب اولا تخرس انت. اه بلا طه بلا زعم، ما تهمت بقى. انا ايه اللي خلاني جبتكم معايا في اليوم الاسود ده؟ ما تقولي حاجه ياما. يا حاجه ما انت عارف الظروف وكل الناس على دي الحال. انا ماليش دعوه بظروف حد، انا ليه دعوه بظروفي. يا جماعه صلوا على النبي، اشربوا الشاي. على الصلاه والسلام. من الاخر كده عم الحاج، طلباتك 6000 جنيه شبكه و20000 مهر والمؤخر زيهم. لا 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 شكلك حافظهم وعمل عليهم بروفات كتير. ليه هتجوز فاتن حماده؟ والله هو ده اللي عندنا. والله شويه عليه، ده عبله دي جوهره تستاهل مال الدنيا. ايه يا عم انت هتسب لها وانا قاعد ولا ايه؟ شفت اهو شكلك بقى زباله. يا عم بقول لك ايه، يلا انت هو من هنا عشان انت الجوز مالكوش اي لازمه في ام القعده دي. يلا ايه السحاب السو دي؟ بص بقى يا عم جوده، هنتكلم الاول ونضيف ماشي. انا زي بنتك. فيها يا خفيها يا اولاد الناقص. امسك مواسيرك لطاع، صف عالي قوي يا نجم والدوخه على الريحه. المواسير دي زغرت ولا ايه يا جدعان؟ هو البعيد ما بيشوفش، احنا اللي كبرنا. فاكر ادو احنا صغيرين لما كنا نيجي هنا ليله القدر نسهر لحد الفجر وتوشكا غمض عيني ويقول يا رب عجل يا رب عجل، كان فاكرها هتمطر عليه عجل من السما. يا ريت كانت الجاعه واستجابت وتنطر على دماغكم عجل وموتوسيكلات وميكروباصات كمان عشان نخلص منكم. ما تجيب يا عم كيف صد رد، مش صد صد صد. يا سلام يا جدعان لو تنطر فلوس. ما هي لو نطرت هتيجي الحكومه تاخدها. لا بس يسيبوا لي انا حق الشبكه والمهر. الله مفيش حاجه لينا يا توشكا. طيب يا عم انت هتنط لي كمان في حلمي، هي ناقصاك؟ ايه الناس دي؟ بقول لك 6000 جنيه شبكه و10000 20000 جنيه مهر. هو بس لو اصبر عليا شويه ابيع الفدادين بتاعت اللي في توشكا. يا عم انت ما زهقتش بقى من عصابات توشكا دي؟ ارحمنا. انت ليه مش مصدقني؟ انا مش فاهم. طب وحدقني الراجل الطاهر ده، انا عندي املاك في توشكا وبكره تشوفوا كلكم. شوف طالما حلفت بالغاليه دي يبقى انت صادق. بمناسبه الغاليه، انا طول عمري نفسي اسالك السؤال ده بس كل مره بنسى، انت مربي دقنك دي ليه؟ صحيح انا كمان نفسي اعرف.
شوف طالما كلكم بتسالوا يبقى ده مطلب جماهيري. صلي بينا على النبي. ثانيا الدقن دي تجاره يعني اكل عيش. واحد ما يعرفكش يشوفك وانت بالدقن دي يبقى في ثقه كده في المعامله والبيع والشراء. ثانيا قال لك ايه بقى؟ للدقن سبع فوائد. ده ما صرف لنا 7-6000 جنيه بدقنك دي منين يا توشكا؟ ما انت شايف الحال واقف على قدك. ده حتى الدقيق سوق انضرب، الناس كلها خايفه تشتري منه انه يطلع من المضروب بتاع روسيا. مفيش غير الواد عاطف ده على قلبه قد كده، اشي من الدش واشي من الموبايل. قر بقى يا ابن المظلمه لغايه ما تجيب درافه. ده ابويا طفح الكوته في الخليج، كل ما ابعت لي قرشين اعمل بيهم مشروع يا دوبك يغطي مصاريف، هو اللي جاي قد اللي رايح. وانا رايح. رايح فين يا ولا؟ ودي يا ابني هتقع وتكسر رقبتك يا ابني المهفوفه. الواد افور، خد يا تعال كلمني. كلمني كلمني. شكرا جابها ابن التايهه. كلمني شكرا. مؤاخذه يا عم عاطف. لا مؤاخذه على ايه؟ على جنب، هنتنغنغ، هتنطر عليا فلوس من السما، هعيش في الدلع كله وما فيناش متزعل، واللي يقدر على التاني. كلمني شكرا. كلها بخخها ضرب. كلمني شكرا. احب بالليل وبالنهار عند توشكا نجم عزبه حليمه الجبار. المكالمه دقيقه ب 15 قرش بس. تليفون الفقراء، تليفون الغلابه، الناس التعبانه الشقيانه الكتيانه. نجيب ساويرس بيضحي، بيزكي عن شبكته عشان توشكا يجيب شبكته. حب براحتك، بلاش جو الشحاته. بليز كول مي وكلمني شكرا. هين قرشك ولا تهين نفسك. 4 دقايق يا توشكا. 4 دقايق 60 قرش. جنيه يا عم. هات لنا سلسله للعده دي بدل ما احنا بنقف نقفش نقفش في خلق ربنا كده. معلش. ماشي ماشي. انا قلقان من حكايه حرق الخطوط دي. يا عم ما تقلقش، هنتكلم في الخط لحد ميعاد الفاتوره ونرميه وما نسددش. وائل بطايق في العزبه مفيش اكتر منها. طب ولما الشركه تتحرك؟ تتحرك هتجري ورا مين ولا مين؟ طب والحكومه مالهاش دعوه بالحكايه دي؟ اوعى وقت تكون سارق الحاجات دول. لا ياما ما تقلقيش، ده انا اجيب ساويرس شريكي. إيه؟ ده انا اجيب ساويرس شريكي. قابلني في التلفزيون طلع راجل زي العسل لما عرف حكايه. قال له خد يا توشكا هات الشبكه بتاعت عبله. قلت له لا كرامتي. قال لي خلاص نتشارك، وراح مشاركني وصورنا صوره زي العسل. اجيب لك نعلقها هنا. بقول لك ايه، راجل غني جدا عنده فلوس يمكن مش اقل من 50,000 جنيه. ياه ربنا يطمن قلبك يا الله يكرمك ياما. خد يا دلولي. توشكا فرجت اهي. روح هات لي علبه تونه من عند عصام البقال. طب ما اجيب لك علبه سجاير وتديني سجاره. بقول لك ايه، هات علبه تونه وخد هات لك انت شوكولاته، ولو جبت سيره السجاير تاني هقطع رقبتك. بهزر يا عم. طب يلا هات لي علبه تونه وهديك منها سجاره. ايه بهزر يا عم. يلا. بقول لك ايه، قول لي، هو انا اجيب ساويرس ده شريكك بجد؟ طبعا. انت فاكر ايه؟ طب ما تجيب تليفونه. 012. بس هيرد عليك على طول. انت هتكلمه ويعرفك. شفت عامله سايله كده؟ مش هينفع توشك. السنترال الحر وقف يا عم. دي اجزاء مقسمه الخلايا وكل واحد ورزقه. بس انت كده بتدوق معاه ناقص يا توشك. طب ما تخش معاه في السكه وتنصصوا سوا. قشطه. ولو مش عايز ابطل انا واشتغل انت برضه ننصص سوا. مش هينفع، السكه دي كلها قلق يا عم. القلق ولا حاجه، قلق يسخطوك يا قرد. 3 دقايق 45 قرش. 3 دقايق جنيه ونص. جنيه ونص ليه؟ ما عند الراجل هو ما يكملوش نص جنيه. روحي يا اختي اتكلمي عنده. هنا الدقيقه ب 50 قرش ولا عايز تحب ببلاش؟ امسك والنبي ما جاي متكلم عندك تاني. اديك شايف يا اخويا. انت بتكلم ايه؟ انت مالك انت يا جدع بتكلمني من خليفه اللي احنا فيه؟ خلاص خليفه اللي احنا فيه. بقول لك خش معايا في السكه. مش هينفع. يعني انت لا بترحم ولا عايز رحمه ربنا تنزل؟ يا ابن المظلمه بحث التليفونات والشركه لو خدت خبر هتبقى مصيبه. وياخدوا خبر منين بقى؟ انت بتهددنا يا عاطف؟ انا مش بهددك يا صاحبي، انا بقريك على اللي فيها وده ممكن يحصل. اما يحصل بقى يبقى يفرجها ربنا ويبقى حسابي معاك يا عاطف يا طاير. خد يا توشكا. يا توشكا يا توشكا. الموضوع ملوش علاقه بيك، يعني ممكن يكون حصل مع ناس تانية. لا ما هتاخد عليا انا برضه، بقى لي مؤاخذه راجل قوي من صغري، ولا حد خد في مواسير ولا حد عمل لي حاجه غلط. اسمع يا توشكا، انت هتقول الكلام اللي احنا كتبناه لك في الورقه زي اي ممثل في اي مشهد. يعني انت بتستدعي اداء معين كممثل او حاجه شبه اللي انت هتقولها حصلت معاك او مع حد غيرك، وعايزين نشوف ادائك بقى يا فنان. وعلى فكره انت كنت هايل في الدخله البلدي، اوفر اكت فعلا. الله يخليك يا استاذ. الحلقه دي هتتذاع امتى؟ لسه في المونتاج. البرنامج بتاع النهارده هيتذاع الاول. ماشي. انا مش عايز السلويت التقليدي الابيض، حط لي احمر على البروجيكتور. الله يا استاذ، احمر يعني جنس. ربنا يوفقك بسرعه. اسكت بقى يا توشكا وركز في الكلام اللي في الورقه. ماشي حاضر. انا اسمي عادل بلي. ايه بلية دي؟ بليا. انا اسمي عادل بليا، وانا صغير كان اللوسته بتاعي بياخدني في حته مقطوعه اسمها المواسير وبيعتدي عليا يا توشكا قول اللي في الورقه. ما هو مكتوب في الورقه بيغتصبني، انا مش عايز اقول بيغتصبني دي. بص خليها اعتدي عليا والمعنى واصل يعني. يا عم الاستاذ قول النص المكتوب. وما تقلقش يا سيدي، انت مش باين قوي. ماشي ماشي. وبعدين في واحد يغتصبوه يبقى مبسوط زي ما حضرتك بتقد كده. انا اسمي عادل بليا، وانا صغير كان لسته بتاعي بياخدني في حته مقطوعه اسمها المواسير
وبيغتصبني، واخويا كمان اغتصبني مرتين. بقول لك ايه يا ريس، بلاش حكايه اخويا اغتصبني دي. ستوب، ارحمني بقى ولا نشوف حد تاني. لا لا خلاص يا استاذ هعدي، بس هو لازم يعني يكون اسمه عادل بليه؟ لا يا سيدي، اي اسم. اي اسم؟ صور يا بيه. 3 2 1. انا اسمي عاطف الطاير، وعندي كافيتيريا وسنترال في عزبه حليمه. وانا صغير كان اللص بتاعي بياخدني بحته مقطوعه اسمها المواسير، وكان بيغتصبني جامد قوي قوي، وانا اقعد اقول له بلاش حرام بلاش، بس انا كعاطف انبسطت. هايل يا توشكا. الزعق امتى ده يا باشا؟ ضارب بطايق وحرق خطوط. ايوه يا باشا، كلها موبينيل في العنوان اللي قلت سعادتك عليه. باشا باشا، متشكر جدا. انا اسمي عاطف الطايب، وعندي كافيتيريا وسنترال في عزبه حليمه. وانا صغير اللص بتاعي بياخدني بحته مقطوعه اسمها المواسير، وكان بيغتصبني جامد قوي قوي، وانا اقعد اقول له بلاش حرام، بس انا كعاطف انبسط. يا ابن الجزمه، بيتك يا توشكا الكلب. طلعني بسكليت على الهواء. اتشردت يا توشكا؟ لا مش انا، مش انا، انا بتاخد في المواسير وبتقطع. ده وانت صغير. انا كعاطف انبسط. ما مش عارف ايه اللي خلاك انبسطت، مع انها حاجه تقرف. بص انا لسه انا والعيال شايفينك في التلفزيون زينا زيك. شفت عم عاطف في التلفزيون يا عيال؟ اه شفناه. اه يعني هطلع سرك بره؟ ما تجننتش يا امي يا توشكا، قميص حي الاشجار ده قميصك كنت لابسه. يا عم قميص ايه؟ انت عبيط ولا ايه؟ هو لو انا هلبس نفس القميص برضه يخلق من شبه القميص 40 و90 ولا اه؟ شفت؟ بص مش هتعرف ان انت ظلمتني. ظلمتني ولا لا؟ بقول لك ايه الدليل اهو. دليل ايه؟ الخاتم اللي كنت لابسه. خاتم ايه يا عم؟ انت اتجننت في اسنانك اهو. بص بص شفت؟ عرفت بقى انه تعارض خواتم؟ تعارض خواتم؟ اه. ما اتجننتش يا امي يا طشك. اهو بص، نفس الذات نفس. بص بقى، اما تيجي تطلع في التلفزيون تاني بقول عشان اقول لك تقول ايه وما تقولش ايه، عشان ما تقعدش تهرفك كده في اي كلام. ما حدش في المنطقه كلها عارف حكايتك دي الا لما انت سرحت في التلفزيون. ده انا افتجئت والناس كلها افتجئت. افتجئت يا عيال؟ اه افتجئنا. اه شفت، كلنا افتجئنا. لا هو المايك بس دلوقتي، الكاميرا لسه شوية لما ناخد على بعض. حرام عليك كده، كفاية. أنا نفسي أشوف بقى، مش هقضيها صوت. عايز تشوفني؟ لو عايز أبعت لي رقم كارت شحن بخمسين جنيه، لو عايز تشوف كله يبقى بمية. أوكي؟ هبعت كارت بخمسين دلوقتي. آه يعني أنت عايز تعين البضاعة. ما قلت لك جامدة آخر حاجة. خد الرقم يلا. ها ايه رايك، استاهل كارت ولا خط بحاله؟ ده انتي طلقه يا بنت. يلا اقلعي. اقلعي واحده واحده. اقلعي النضاره. لا كله لا كده. طب ما ندخل على تحت شويه، ولا اقول لك خلينا فوق. لا ده غالي قوي قوي. هبعت كمان كارت بخمسين. خدي رقم اهو. الو ايسر. لا لا انا خلاص جهزت الجزء من الفلوس وجايالك. يا دوبك مسافه السكه. يلا باي. ها وصلت خلاص ولا لسه عايز تسخن اكتر؟ افتح الكاميرا بقى، انا على الباب اهو. خلاص قربت. مد ايدك وابعت. الكروت خلصت. هبعت بكره اجيب لك، او دلوقتي دلوقتي هبعت اجيب بعد ساعه. بس والنبي كملي كملي دلوقتي. لا يا حبيبي ما عطلكش، لما يكون معاك كروت تبقى كلمني. باي باي. حولت لك النهارده 100 جنيه، يبقى الحساب كده 300. ماشي. يعني انت عايزه 200؟ 200 ايه؟ ايه التلت قسمه الحق. ماشي يا سعاد. شدي حيلك شويه، الشغل مريح كده ليه اليومين دول. اصل هعتذر. بقول ايه؟ ها؟ لو عايزه تحولي من ديجيتال للايف احنا في الخدمة. سلام يا اخويا. سلام يا موزس. الواد ده حلو زرق سنه، الواد ده حلو ما اقدرش انا ابعد عنه، الواد ده حلو الواد ده حلو الواد ده حلو الواد ده حلو.
سارق سنه الواد ده حلو بس سارق سنه الواد ده حلو مستني حد؟ لا ده اكيد البنت فاجر رجعت مش معاها مفتاح اصلا سكر الباب من جوه خليك انت عين ها حامزك في الموضوع ملح معلش يا حبيبي عندي ناس جوه قرايبي استنيها على نص الشارع كمان ربع ساعه طب بقول لك ايه الجرح اللي في حد ده باين انه مش باين ولا مش باين انه باين مش باين يبقى باين دي لوريه ام حسين كانت عايزاني في مصلحه قلت لها تعدي عليا كمان شويه يعني ايه تعدي عليك كمان شويه يعني تنزل وتعدي عليا بكره ايه مش بعتش وانت تشبع منك اوز الزمان هي فين الوصولات يا دي الوصولات ادي يا ست الايصالات ادي يا ست الايصالات ايه ده دول ناقصين انت عليك 11 شهر ايجار كل شهر بيقصار وكل ايصال بيوصال ليه وانت ما اتكيفتش دلوقتي يا اخويا بال11 شهر دول ما زعليش منك يا اشجان انت منين ما طفشتي وكنت بتبعتي لي شهر ايجار و10 لا وانا من اصلي ما طردتش اختك في الشارع واختك ما بتعرفش تدفع اشجان اسره هتديني بقيه الوصولات امتى كمان 5 6 7 8 مرات كده تكون ده ليه ان شاء الله تخش يا اخويا فاكرني مره صايده مع ناصه الشارع بتعمل كده بلقمتها بقول لك ايه انت ليك في ذمتي مرتين كمان ونبقى خالصين لا مش عايز عايز فلوس مد ايدك بقى طلع من الخميره اللي عملتها في السنين اللي طفشت فيها منين يا حسره انا يا مولاي كما خلقتني زي ما رحت زي ما جيت ليه يا بت ما كنت بتعمل ايه في السنين اللي فاتت قليل البخت يعض الكلب في المولد اتعرفت على راجل قبضايا جامد واتجوزته قلت خلاص هو ده اللي هيسددني والدنيا فتحت لي دراعاتها اكيد تسمع عنه صلاح معارك جوز صلاح معارك نفسه ايوه نفسه عشت معاه في ايام عز لحد ما جه يوم اسود واتقبض عليه واهل ولاد الكلب رموني في الشارع اتمرمطت في المحاكم لحد ما خدت حكم بالطلاق الله يخرب بيت اهلك انت تبلت يا بت طلعي من صلاح معارك غصب عنه ده اللي ما فيه لو خرج من السجن هيذبحك انت وابنك ما كنت عايز نعمل ايه اقعد سنين على ذمه راجل ولما يخرج من السجن يا عالم هيبقى لسه باقي عليا ولا لا عرفت صعب عليا يا بنت الايه هبعت لك الاصالات الباقيه ماشي يا اشكان يا وز السلام ازيك قبل فجر اختك اديتنا الاجره متاخره سلام عليكم انت مش هتطلي الوساخه دي بقى هتتوبي امتى جرايه يا شيخه فجر حوشي يا اختي السجيد اللي انت مقطعاه بقول لك ايه يا حبيبتي روحي اقعدي قدام اللعبه بتاعتك دي يمكن تلقطي لك زبون ولا اتنين بلاش شغل الشرف ده عليا ايوه بعمل كده على الكمبيوتر بس على الاقل ما بخليش حد يلمسني ولما انت شريفه قوي كده بس سيبيني اعمل اللي اعمله ده ليه عشان اصرف عليكي انا بصرف على نفسي من ساعه ما انت مشيتي بامرك يا اختي عمرت الإيجار لسه بسددهولي دلوقتي انت بتعايريني يا اشكان لا تعايريني ولا عايرك الهم تعايرني وطايلك توشكا توشكا تعال اركب اركب كان مين عندك فوق يا اشكان دي البنت بنت خالتي اللي عايشه في المعصره بتسكت وتيجي تطال عليا انا بنت خالتك انت برضه مش مصدقني طب المصحف يا شريف بنت خالتي راح فين حاجه اطلع عن موقف يا عم هروح السيما انت رايق قوي هو دلوقتي سيما خلاص نطلع عندك الشقه انا بصراحه بقى مزنوق على الاخر لا مش هينفع البنت فجر رجعت ايش طيب يا جماعه تخلصونا بقى يا عم قلت لك اطلع على الموقف ما تشوف انت سايق ايه ده يا توشك ايه هديك الباقي وانا نازل هدولك فرد ما تعوقش مش عايزين مشاكل انت فاكرني بنت هبله ولا بنت سوابع عشان تجيبني مكنه زي دي خايفه من ايه داخله مع فانوس العيد ولا مع كحت المول عدي انت جايبنا فين يا توشك وايه كل الحاجات دي هي البتاعه دي بتاعت ايه دي بقى السحر يا بت المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك ده بيحب وده بيكره ده بيقتل ده بيتقتل ده بيتولد ده بيموت دي بتطلع دي بالزغرد سيما يا بنت سيما ايوه راح عم بالي بقى يا مقرر كنت مشغول دلوقتي في مجرد طيب ما تنساش ضروري من عينيك ايه اللي تعمله ده مذاكر تاريخ ايوه التاريخ ده مهم قوي التاريخ ده ينفع خالص
تاريخ مين بقى؟ تاريخ نابليون. اوه 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 اوه، بس تعرف نابليون وهو قد حضرتك على الهوا بتاعه مش التاسع. وتعرف كمان يا بابا نابليون لما كان قدك انت كان امبراطور مش باش كاتب كازوزة. اخرس يا ملعون يا حاوي يا عفريت. سمعني بقى، بتذاكر في ايه؟ واتضح الامبراطور العصا بذاته. شايف يا بابا الامبراطور نابليون كان بيرقص وانت مش عايز نرقص. الامبراطور نابليون يرقص يتشقلب يبرشم هو حر. ابو نابليون عايزه يرقص، ابو نبيل مش عايزك ترقص. ها بقى رايك ايه؟ ولا حاجه. خلاص مين اللي جوه؟ ابو زلوم. زلم لي عليه. مالك بقيت عامل زي المكذوب كده ليه؟ المكنه دي يا بت ياما عملت نجوم، نفسي بقى ابقى بقى يا بت. لا فوق بقى، خلينا نروح من المكان الكئيب ده. لا كئيب ده ايه؟ وانا جايبك عشان تكون نروح، ده هنا نعمل احلى شغل. تعال تشكر. بص اوعى بقى تشكر بقى انت بتجري. مش هسيبك، هو انا هسيبك؟ بس انت تعال. انت مش راجل في التلفزيون قلت مش قادر؟ لا ده استهبال بقى ولا استفزاز؟ لا ده ابتزاز. الاثنين اهو. انا مش هسيبك. تشكر بقى بس. الواد ابنك. انا مش عايز اهينك واقول لك ان انت كنت مركز شباب اشجان. الواد من صلبك ما يعرفش ابو الواد غير امه، واسال اي مره على الكلام ده. بقول لك ايه، اعملي بقى ديليت على الحوار ده كله. ماشي يا توشكا، دي اخر مره اشوف فيها وشي، وبقى ادور على ميتك تسخن بقى يا رحمه. الله الله الله. طب ليه كده بقى يا اشجان؟ ما احنا عايشين مع بعض كويسين، ده انت مالكيش غيري. لا يا حبيبي ليا، لو عايزه. انا مش ناقصه ايد ولا ناقصه رجل يا حبيبي، بس انا بحبك. طب ما انا كمان بحباني. انا ما بهزرش. وانا بهزر يا اشجان. دلوقتي انا لو اتجوزتك وعبله بس شمت خبر هتعمل لي مصيبه. ومين قال لك انا مش هعمل لك مصيبه واروح اقول لعبله وافضحك؟ لا لا الا دي. يبقى تكتب عليا في السر. طب اديني بس فرصه الاول اتجوز عبله وبعد كده اضحك على اعمل لك اللي انت عايزاه. نمسك منك ورا عرفي. ماشي. امتى؟ النهارده ايه في الايام، السبت ولا الحد؟ الاثنين مع بعض. بس 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 يا ست انت هتفضحينا من اولها. افضحك ليه بقى ان شاء الله؟ ما شبهش الست عبله بتاعتك يا سي عنتر. هو فين العقد وفين بطايق الشهود يا ست؟ ما تهمادي، جبت العقد يا ابني؟ اشرف الكلب المحامي خد مني باريزه عشان يكتبه لي. هات. خد. جبت البطايق؟ اتقل. بطاقتك عرابي، بطاقتك زين. خد، اول مره استخدمها في حاجه غير دي. تدنحت كده ليه؟ ما تعمل. اعمل ايه؟ ما فيش قلم. اجيب لك قلم. ماشي. نتايا زي الجمل، جمل يا عم. بقول توشكا ما تسيبها لي وامضي على العقد. هي عجله هتاخدها لفه؟ مرايا يا عمنا، انت جاي تشهد ولا تستشهد على المسها؟ انا مين اهو. هاتي. امسك. اسمك ايه؟ اشجان. ما عارفين اشجان، بقيت اهلك يعني. اشجان لا انوار. اشجان انوار. انوار بس. انوار مين؟ ما ده عقد بجد، لازم احط فيه اخويا اسمي الحقيقي. اشجان ده اسم الدلع. ونعم الدلع والله. انوار ايه؟ انوار محمد السيد. يعجب؟ يعجب طبعا جدا. لا ده واضح ان انا شفاف بينكم مش شايفيننا. هو ايه اللي يعجب وما يعجبش؟ احنا بننقي اسمك ولا مش اسمك؟ والله العظيم اسمي. طب ما تقومي تشوفي لنا لقمه نتفحها، مش بتقولي عامله عشاء؟ عامله يا عينيا من عينيا الاثنين. طب يلا، دي الناس دي واقعه من امبارح. جمال يا ابو الحاج، توشكا ما تخليها تشوف لحد من قرايبها بس يبقى نفس المقاس الفرقه دي. انت شايفني بقرون قدامك ولا ايه؟ ما تهدي اعضائك يا عمنا، انا غلطان ان انا جبتكم معايا. خد نقي لمده هنا وانت امضي تحت منه. ايه اليوم الغريب ده؟ الاكل اهو. ما حدش هياكل غير لما الاول امضي. امضي فين؟ امضي تحت مكان ما يعجبك. تحت انوار. انوار السيد. انوار السيد. قولي مبروك بقى. مبروك انوار. ايه؟ انتوا كمان هتقعدوا تفحوا؟ لا بقول لكم ايه، انا عايز ادخل. انا الاول مره في حياتي هدخل عليه في الحلال. طب واللحمه تاكلها عند امك؟ لحمه انت كمان، اللحمه بقى دي اللي هاكلها النجم، لحمه الحقيقي. الف هنا وشفها نجم. يلا يا عم اتكل على الله انت وهو. يلا يلا يا عم كآبه. يلا غورو. خد يا عم اتكلوا على الله. اصحاب السوي اللي انا واقع فيهم دول، واحد كئيب والتاني غريب. ايه ده؟ ايه يا اشجان؟ لا انوار، لا لا ما تفهمنيش غلط. لا انوار ليك غير اشجان. لا يا انوار. طب طب عنف؟ لا عنف لا. بقول لك ايه، بالراحة زي أخوك برضو. فضلها بقوات. يا لهوي في ايه؟ انت
خير يا باشا؟ عايزينك في القسم يا ابراهيم. خير يا عبد العليم في ايه؟ ايه يا عبد العليم؟ عايزين تشكى في ايه؟ خليك في حالك يا معلم قرابي. يلا يلا انت إيه بقول لك بالراحه. طيب الله الله، هي إيه العماره عبد العليم؟ علي حكم غيابي 6 اشهر و500 جنيه كفاله، هيبيت في القسم وصبح يتعرض على النيابه يعارض واخر. طب بالراحه يا اخويا. ليه؟ حرام عليكم، عمل لكم ايه؟ طب حد يقول لعشف المحامي؟ طب حد يقول لامي؟ اركب روح لعشف المحامي، قول له لامي. سيدي حبايبي يا حبيبه، يا عم الحاج انت والنسوان اللي معاك دي ما تركن على جنب شويه وتوسع الطريق. سكه سكه. معلش يا باشا لا مؤاخذه، احنا اسفين. انت بتتاسف له على ايه؟ هو احنا كنا لقينا مكان نقعد فيه وقلنا لا؟ هي جنينه عشان تقعدي فيها. هي جنينه صحيح يا اخوانا، دي نيابه وده مكان للمتهمين بس. خلاص يا باشا هم هيمشوا كلهم، هيمشوا دلوقتي بس بونيش. فين الزفت اللي اسمه اشرف المحامي ده؟ انا عارفه ايه نيله على عينه واخره لحد دلوقتي. هي مش هم عدت عليه امبارح اهو اهو. ايه خير يا دكتور؟ زي ما قالوا لك في القسم، قضية البروز بتاعت الباترينا والتعدي على موظف اثناء تأدية وظيفته حبس 6 شهور وكفالة 500 جنيه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ حبس 500 جنيه وكفالة 6 شهور ليه؟ انا عملت ايه يا عم؟ ده هم كلمتين خايبين قلتهم لموظف تخين اثناء تأدية بواخته. طب وايه بقى العمل دلوقتي؟ ما تقلقش، هنعارض وندفع الكفالة وان شاء الله هتبقى في البيت النهاردة وهنكمل القضية بعدين. امسك يا استاذ ال 500 جنيه هم. خلي فلوسك معاكي لاشجان يا اختي، مستوره والحمد لله. اتفضلي يا استاذ. طيب تعالي من بيت اهله. امال انت من بيت اهله؟ حرام عليكوا بقى، ما تتهدي منك ليها وتعملي لك قافله. مش كفايه لاخويا فيه؟ ربش بقى اشجان، خلاص بقى يا عبد الحميد يا اخوانا. شفتوا بقى؟ شفتوا؟ ادعوا لي بقى ربنا يسترها معايا. ادعي لي يامه يا رب يا ابني يا اخي ولاد الحلال. بيت يا صباح. اشجان ازيك يا بت؟ انت بتعملي هنا ايه؟ مدهول على عينه عنده تجديد حبس، وانت بتعملي هنا ايه؟ الحال من بعضه، ايه الاخبار؟ صراحه يا اشجان الاخبار مش ولا بد. يا ريتني يا اختي كنت عرفتك طريقه وعنوان، كنت جيت وقلت لك على طول. في ايه انت وقعتي قلبي؟ صلاح معارك اول ما وصل لحكم المحكمه بالطلاق عالي قوي، وبيقولوا في الحته انه حلف بالطلاق وقال يبقى شنبي على مره لو ما دفعتهاش الثمن. الناس بتقول انه هيزق ودن سميره عشان يخلص عليك. لهوي حرصي على روحك يا اختي. طب تعالي معايا اديك العنوان، لو حصل اي حاجه بيقولي عليها. ها ماشي. افراج بس هيخرج من القسم. ما فيش غيره، هو الواد عاطف محروق منك من ساعة ما قطعت عليه في التلفونات. يا أم عاطف الطاير ملوش دعوة بقضية البروز دي. يا شيخ روح، ما أنتش فاهم حاجة. أم توشكا. إيه؟ أنا عايز أكلم أمي على التليفون. يا أمك فين؟ خرجت من الصبح وما رجعتش. جعان يا علي حبيبي. يا عين أمك يا أخويا، نسوان مش عارفة قيمة الضنا. تعالى يا علي موكلك، وأنت كمان يا منجاوي. يلا يا ولاد. لا والله يا حبيبي، نجهز بس اوراق جواز السفر وهقطع التذكره وهاجي لك على طول. وانا مستنيكي على نار، انا جهزت كل حاجه، مش ناقص غير العروسه تحضر. اشجان كنت عايزاكي في موضوع. انا مش رايقه دلوقتي. عموما براحتي، حبيت بس اقولك اني هتجوز. بجد يا بنت؟ الف مبروك. وهيجي يقابلني امتى؟ هو مش هيجي، اصله مسافر مش في مصر، وانا هروح له نتجوز هناك. هناك ايه وهنا ايه؟ اقعدي هنا وفهميني الكلام ده ايه. هو مصري بس مهاجر بقاله كتير، عايش في كندا. ولما هو بره مسافر اتعرفتي عليه فين؟ على الشات. ودي في انهي بلد؟ في النت. اتعرفنا ببعض وحبينا بعض واتفقنا على الجواز. يعني لا شافك ولا شفتيه ولا تعرفوا حاجه عن بعض وعايزين تتجوزوا؟ بصي يا اشجان، هتعملي لي في اختي الكبيره وتديني في نصايح وتعملي لي في حوارات، انا مش محتاجه ده خالص. كل اللي محتاجاه منك 20 سلف اكمل بيهم تمن التذكره. هتساعديني تشكري وهبعتهم لك اول ما اوصل، مش هتساعديني برضه تشكري وانا هتصرف. تعالي يا بنت انتي، انت عارفه انك بتعملي في روحك ايه يا بنت انتي؟ مش اوحش من اللي بتعمليه في روحك. ايوه انت فين يا اشجان؟ كنت في مصلحه بره ولسه داخله البيت. مصلحه ايه وزفت ايه؟ سايبه الواد من الصبح في الشارع لغايه دلوقتي. ماشي ماشي هعدي اخده دلوقتي. وامك رجعت؟ تعالوا جايه تاخدك. علي فين؟ ياكل مع عمي جوه. شفت بقى الدم بيحن ازاي؟ دم ايه اللي بيحن؟ ما تلم يا وليا. انا الوضع ده خلاص مش هسكت عليه، انت والبنت المعفنه بتاعتك دي هتطلع. ايوه والله في عبله واقول لها هبوظك وشك. محموله قوي، والمصحف اشرف كنت هقول لها في النيابه مسكت لساني بالعافيه. لا جيتك اتغيرت قوي يا اشجان، بتهدديني عشان العقد العرفي؟ لا انا ليا حق، والواد الغلبان ده لازم تقر بيه. بتستعري مني ومنه ليه؟ والله هاخد العقد واعديه على عزبه حليمه بيت بيت. الله الله الله، ليه ده كله؟ كل ده عشان الكلمتين الخايبين اللي قالتهم لك في النيابه؟ لا يا عينيا، انا صابره عليك بقالي سنين من يوم ما خلفت الواد ابنك ده. بس ما تقوليش ابنك لحسن والله العظيم. يا اشجان متشكره ياما. يلا يا واد يا علي. الله ما تسيبي الواد يكمل اكل. انا كلت
بقول لك ايه، انا خلاص روحي بقت هنا، يا اما تتصرف يا اما وديني النبي خرشامك. يلا يا ولا. انت شفت الواد ده بياكل قبل كده؟ لا يا اما ليه؟ اصله غريب قوي، بياكل ظهر العيش وبيفتفت وشه وزيك بالظبط. صوتها عالي وبدات تهددني وشكلها ناويه تعمل مشاكل بنت الوطيه، وانا مش عارف اعمل ايه. طب ما تتجوزها سرعه تشكى وتكتب الواد باسم دي. انت يا زي الجمل يا عم الحاج بابور، وان كان على عبله اهي لسه على البر. يا عم ادفع وانت ساكت. اتجوز مين يا عم انت هبل؟ ده عرفت رجاله بعد الشعر راسك. يعني عرفت رجاله شويه توش، قصدي إيه؟ عرفت نسوان شويه. ده انت كنت جاي في اي حاجه بتتحرك، اي حاجه فيها روح ولا مؤاخذه. ليه انا كنت جيت ناحيتك؟ اتليه بقى واقعد ساكت، انا جايبك تحل ولا تربط؟ ده لي ايه بس وزفت ايه؟ لما انت مش عايز بتكتب الورقه ليه من اصله؟ توشكا الورقه دي لازم ترجع، هي الاثبات الوحيد اللي معاها، غير كده هي مره زي اي مره. صح يا زين، هو ده اللي انا بفكر فيه، الورقه دي لازم ترجع. بص انا هسحبها بره الحاره واقعد ارغي معاها في اي محكي، تكون انت نطيت عندها في الشقه وجبت لي الورقه دي باي شكل، ممكن تلاقيها في الدولاب بتاع اوضه نومها. طب واختها؟ يا عم اختها دي ما تقلقش منها، ده على طول سارحه بره البيت. ما تخافش مش هقول لحد، كنت فاكراك مالكش في السكه الوسخه دي. ايه ضميت لي الكتيبه انت كمان؟ حرامي ده مش حاجه تانية، والنبي لا لم عليك الحته وسلمك للبوليس يا حرام. نزلي ايدك وانا اسرعك. كنتوا شويه معفنين، انا لقيت عندكم غير البسه. كنت بتعمل ايه يا واد؟ ايه كنت بتعمل ايه يا واد؟ ايه ده ايه ده؟ تعالوا هنا يا امك. كنت بتعمل ايه هنا؟ انا ممكن اعتبر ان انا ما رجعتش البيت ولا شفتك واسيبك تاخد العقد، بس تدفع ثمن. وانا مالي؟ توشكا هو صاحب المصلحه مش انا، انا بعمل له خدمه. طب يا خدوم العقد معايا، وانا هدخل اوضب اوضه اختي وارجعها زي ما كانت علشان ما تحسش بحاجه. لو جبت تمن العقد تاخده، ما جبتوش هرجع العقد مكان واقول لاشجان. يعني انت عايزه تبيع العقد ده بكام؟ انا محتاجه 5000 جنيه. ليه انت عبالي شيكابالا؟ هما 5000 جنيه. ايه ده؟ لا مش للدرجان دي. 5000 جنيه ليه؟ والله حاولت معاها كتير يا توشكا، هي اللي مش راضيه خالص. سيبك منها. سيبني منها انت التاني، ده انت ذكي غباء. يدي معلقاني من عرقوبي، العقد ده لو ظهر يبقى عبله راحت من ايدي مش هعرف ارجعها تاني. طب وانا هعمل لك ايه بقى عبله بتاعتك دي بقى؟ معلش عشان خاطر احاول معاها مره تانيه، خليها تهز المبلغ شويه، ولو حكمت انا معايا نص المبلغ ونتصرف في النص التاني. انت معاك كام؟ انا على الابيض. ايش طيب يبقى فاضل كام؟ ما انا حاسس انكم مش قرايب وبتشغلونا بالحكايه دي. ما تخافش اشجان مش راجعه دلوقتي. اشجان ايه ونيلت انت كمان؟ انا خايف حد يشوفني يروح يقول لهبه. ليه ان شاء الله؟ ما نشبهش ولا ما نشبهش؟ ده انتوا تشبهوا بلد. توشكا معهوش الا نص الفلوس. اللي معهوش ما يلزموش يعني. براحتك، العقد ده ما بقالوش اي لازمه. عبله وتوشكا سابوا بعض، انا بس جاي ابلغك وانكد عليك. يا واد التريزي خلينا بس نتفاهم. نتفاهم على ايه؟ ده انا الشفريق لغايه ما اقنعته ان من مصلحته ان العقد ده يبقى معاه. خلاص موافقه. فين الفلوس؟ اجري هات العقد. أمّا ايه ايه بتصحيني ليه يا توشكا؟ عندي مصلحه كده مزنوق فيها، وانت بالنسبه لي الامل الاخير. مش فاهم. انا عايزك تتجهي للتمثيل. بتصحيني من النوم عشان تهزر؟ يا أمّا مش بهزر، عندنا مشهد كده محتاجين فيه واحده حلوه زيك، مفيش حد راضي يعمله. محدش راضي يعمله، وانا اللي اعمله؟ ما مش هيبان ان انت هيشفروا وشك كده زي ما عملوا معايا في البرنامج بتاعي، والبسي اي جلابيه مش من بتوعك ولا حد يعرف حاجه ونقضيها. هاخد في البرنامج ده مبلغ محترم اجيب بيه الشبكه. أمّا بفكر يا توشكا بفكر. طيب فكرتي؟